أهلا بكم من جديد. إجراءات حكومية عديدة جاءت في الفترة الماضية حول العمل، الرواتب وتعطيل الموظفين وغيرها الكثير للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره في الأردن. كانت هناك أضرار جسيمة لحقت بالشركات والمؤسسات، أهمها تعرض بعض الموظفين للفصل التعسفي. فما هو الفصل التعسفي؟ وفي حال تعرضنا لمثل هذه المواقف، ما هي خياراتنا القانونية؟ الإجابة مع المحامي عمر العايد. يعطيك العافية، صباح الخير أستاذ عمر. إذن سنتحدث اليوم عن الفصل التعسفي، ولكن في البداية دعنا نتعرف على الفرق بين الموظف والعامل وعلى معنى الفصل التعسفي. نعم، صباح الخير لك أستاذ يارا، وصباح الخير لإخواننا العمال في كافة أرجاء العالم. صباح الخير لمملكتنا الحبيبة. اليوم هو اليوم العالمي للعمال بالمناسبة. نعم. يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع الفصل التعسفي بشكل عام، خلينا أول شيء نحكي من هو العامل. العامل هو كل شخص يعمل لدى منشأة ويتقاضى لقاء هذا العمل، ونتيجة بذل الجهد البدني أو الفكري أجر معين. الآن الموظف في القطاع الخاص والعامل استحق هذا الأجر نتيجة تقديمه لهذا العمل، وبالتالي هو أصبح مستحق للأجر بمجرد تعاقده مع هذه المنشأة أيا كان. الآن في ظل قانون الدفاع الذي تم تفعيله بتاريخ 18/3/2020، وتحديدا بعد صدور أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020، لأن احنا نتحدث عن عدة بنود من ضمن أمر الدفاع رقم 6 التي قامت بالموازنة بين حقوق العامل وحقوق أرباب العمل، حماية المنشآت وأيضا حماية الأجور، وهي الموضوع الأهم. نجد أنه بموجب قانون أمر الدفاع رقم 6 أو بموجب نشر حالة حظر التجول وحظر وقف العمل بكافة القوانين وتفعيل قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992، نجد أنه المنشآت توقفت عن العمل تلقائيا بموجب هذا الأمر، وبالتالي المعاش والأجر الشهري المحدد للعمال بالتالي توقف. الآن جاء أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020، جاء ليسعف العمال بهذا الشأن. يعني إذا وقع، كان البند الأول واضح من أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020، حيث أنه ألزم أصحاب المنشآت بكافة طوائفهم بالقيام بدفع أجر العامل كاملا عن الفترة الواقعة بين 18/3/2020 و31/3/2020. الآن هاي الفترة تعني، وهذا البند يعني، أن راتب شهر 3 مدفوع تلقائيا للعامل قولا واحدا دون خلاف على هذه النقطة. الآن ننتقل للأجر الشهري لشهر نيسان وأيار. نعم، شهر نيسان وشهر أيار المقبل القادم، وقد تمتد الذي بدأنا فيه اليوم شهر حزيران. نعم، اللي دخلنا فيه اليوم. نعم، الآن احنا بنعرف انه أمر الدفاع رقم 6 جاء ووضح كيفية دفع بدل الأجور للعمال من خلال المنشأة ومن خلال التصريح لها. هناك بعض المنشآت المصرح لها بالعمل، هناك منشآت لم يصرح لها العمل ابتداء من تفعيل قانون الدفاع. أيضا المنشآت التي تم التصريح لها بالعمل، كان هناك بعض المنشآت التي سمحت للعمال بالعمل عن بعد، وهذا الأمر ترك بالخيار للمنشأة لغايات تسيير أعمالها إذا كان من المصرح لها العمل. وبعض المنشآت شملها موضوع التعطيل تماما، وهي هاي النقطة بجوز اللي هي محور الحلقة اليوم، أنه أكثر العمال اللي في المنشآت التي لم يصرح لها بالعمل والتي شملت تلقائيا بالتعطيل الكامل، هذا الأمر هو اللي صار في خلاف وصار في غموض، حتى غموض في تفسير البند
الوارد في بند امر الاجور. ارتفاع رقم نعم نعم الان زي ما حكينا راتب شهر ثلاثة هو مستحق تلقائيا. نعم لما نحكي من 18/3 طيب في حال لم تدفع المؤسسة راتب شهر ثلاثة كاملا وجرت يعني وصلتنا العديد من الشكاوى. خليني احكي لك عن مجمل الامور في حال لما يتم الالتزام اصلا ببند الامر. نعم. ببنود امر الدفاع رقم 6 سواء بشهر 3 او شهر 4 او شهر 5. الان حاله الفصل التعسفي حاله مختلفه ومستقله تماما عن موضوع الفصل التعسفي عن موضوع عدم دفع الاجور. الان اذا دخلنا على شهر نيسان وكان في بعض الموظفين يعملون داخل المنشاه نفسهم، هذا الموظف يعامل معاملة الموظف على رأس عمله. نعم. وبالتالي هذا ويستحق أجر 100%. ولكن بشكل عام. نعم. في وأيضا حال... الموظف. نعم تفضل. تفضل. الموظف الذي يعمل من منزله أيضا عن بعد يستحق أجره كامل إذا كان يعمل بعدد ساعات كاملة. أو إذا كان يعمل عدد ساعات كامل 8 ساعات سواء تخللها ساعة استراحة أو لا، 8 ساعات. بشكل صافي هو يستحق أجره كاملا وكأنه على رأس عمله. وأيضا العامل الذي يعمل عن بعد بشكل جزئي عدد ساعات معين 4-5 ساعات يتقاضى أجرا يعادل ويساوي مقدار ما عمل، بشرط أن لا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجور. نعم. وهي حماية وجهود مقدرة من اللجنة المختصة ومن الحكومة في حماية أجور العمال في ظل هذه الأزمة. نعم. وفي حال عدم العمل يتقاضى 50% من أجره أيضا بحد أنه لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. صحيح. في هذه الحالة اللي هي الحالة اللاحقة اللي كنت بدي أحكي عنها. نعم. اللي هي يجب إذا كان العامل لا يعمل عن بعد لا بشكل كامل ولا بشكل جزئي، الآن على صاحب العمل طبعا هنا الاصل انه يستحق راتبه كاملا. للعلم في توضيح في يعني البعض يعتقد انه العامل اللي في القطاع الخاص هو بمجرد تفعيل قانون الدفاع اصبح لا يستحق نهائيا اجر، وهذا الامر خطا، ولا يستحق تلقائيا 50%. الاصل انه يستحق راتبه كاملا الا اذا قام صاحب المنشاه بالتواصل مع وزير العمل من خلال الوزاره وطلب قام بالتقدم بطلب لتخفيض أجور العمال الذين لا يعملون وغير مصرح لهم العمل ومشمولين بالتعطيل أن يخفض أجرهم إلى 50%. وأيضا حالة التخفيض بال 50% بعد أخذ الموافقة يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور. شوفي الآن الموضوع الحد الأدنى للأجور هذا موضوع متفق عليه، حتى هو أمر عالمي. نعم. يعني لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للأجور. إذا هاي الحالة كمان بنحكي فيها أنه العامل اللي في القطاع الخاص الذي لم يقم بعمل عن بعد أو فعلي بشكل كلي أو جزئي، لم يقم بعمل نهائيا، الأصل أنه يستحق راتبه كاملا إلا إذا قامت المنشأة من خلال رب العمل بالتواصل مع وزير العمل وأخذ موافقة مباشرة على تخفيض الأجور. ولكن في حال عدم أخذ الأجور أو دفع الأجور من قبل المؤسسة وتعرض الموظف لهذه الإشكالية، كيف يجب أن يتصرف؟ عليه أن يتوجه مباشرة إلى مكاتب وزارة العمل المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة والمملكة، وعليه أن يتقدم بتظلم للوزارة بأنه لم يستوفي أجره نهائيا من بداية الأزمة. هذا الموضوع موضوع معروف ما قبل الأزمة وما قبل تفعيل قانون الدفاع وما بعد ذلك. الآن مباشرة يتقدم بشكوى إلكترونية على منصة وزارة العمل أو من خلال التوجه إلى مكاتب العمل، ويقوم بتوضيح الصورة كاملة بأنه أنا لم أستوفي أي أجر ولم ينطبق علي ولا أي نص من نصوص أو بنود أمر الدفاع رقم 6. وكذلك الحال إذا تم الفصل، يعني إذا كان يعني خلينا أوضح لك شغلة، إذا كان أمر الدفاع حمى العامل من موضوع الفصل التعسفي وألزم رب العمل الذي قام بفصل أي عامل وإنهاء خدماته والاستغناء عن خدماته تماما قبل صدور أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020، يعني قبل صدور القانون وبعد تاريخ 18/3 أو من تاريخ 18/3 وطالع. نعم. الآن يعتبر هذا فصلا تعسفيا ما لم يستند رب العمل على 4 حالات وضحها أمر الدفاع اللي هي الموجودة في المادة 28 من قانون العمل في البنود
ألف وزين وحاء وطاء، اللي هي بتتحدث بالمجمل أنه ما يكون أدين بحكم قضائي، أنه ما يكون انتحل شخصية، أنه ما يكون اعتدى على رب العمل. هاي الحالات الثلاث أربع حالات هاي محددة في القانون، هاي الحالات ممكن يستند إليها رب العمل بالفصل، وبخلاف ذلك لا يحق له فصل العامل إطلاقا. وبالتالي الفصل التعسفي هو حالة من إنهاء خدمات العامل بالاستناد على أزمة كورونا. باختصار خلينا نحكي زي ما حكوا باللغة مفهومة. الآن اللي شاف إنه الأزمة أثرت على عمله وعلى المنشأة وعلى الدخل، فبالتالي بادر أول ما تبادر لذهنه تخفيض نسبة العاملين في الشركة أو تخفيض أجورهم، ما بصير يتصرف تلقائيا من رأسه. في بند أمر في أمر دفاع رقم 6 لعام 2020 غطى الموضوع كاملا، وأنا بعتقد بوجهة نظر متواضعة بعتقد إنه أمر الدفاع جاء في توقيت رائع جدا. نعم، وصلت الفكرة. المحامي عمر العايد بنسبة 60-70% ويمكن أكثر. نعم، شكرا لك المحامي الأستاذ عمر العايد، شكرا جزيلا لك.